أهلا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من بوليتيك. معي اليوم مصطفى مازوزي ومختار مديوني. مساء الخير. مساء الخير سيدي. مساء الخير مشاهدينا الكرام. في عدد اليوم نتناول قضية أو البيان الرئاسة حول صحة الرئيس تبون، ثم نتناول قضية كورونا وبيان الوزارة الأولى حول توسيع الولايات لمسها الحجر الصحي، ثم ننتقل إلى القضية الصحراوية وقضية المغرب، وهناك أخبار متفرقة حول بعض المحاكمات. نبدأ من بيان رئاسة اليوم. اليوم أصدرت رئاسة الجمهورية بيان حول إنهاء رئيس تبون للبروتوكول العلاج، وهذا رسالة مطمئنة من رئاسة الجمهورية، يعني بشكل غير مباشر أنه الرئيس بخير وأنه سيعود قريبا جدا جدا إلى الجزائر. هذا تقريبا البيان الثامن أو التاسع من الرئاسة. كل يومين ثلاث أيام أربع أيام يصدر بيان، وبطبيعة الحال البيان تاع رئاسة ولطمأنة الرأي العام حول صحة الرئيس ممكن جدا نرى، ممكن هذا احتمال، يعني نرى عودة الرئيس في أيام قليلة جدا. مختار شكرا. نظن بيان مطمئن، لأن علاش كانت فيه إشاعات هذه الأيام وإحنا الشعب تاعنا يعني مقلق، وهي يعني الأمور كما قلتها أنت راه في البيان الثامن أو التاسع. يعني كل يومين راه كاين بيان، ماشي كل يوم كاين بيان، ولكن كل يومين كاين بيان. فالبيان هذا لما يتكلم على أنه أنهى يعني العلاج تاعو، ساسي كيلك شوز كي راسيوري الجزائريين، لأنه يعني تجاوب مع العلاج اللي تلقاه. فاليوم في فحوصات اللي يعني بور كونفيرمي لا سونتي دو بريزيدون ولا الاستشفاء تاعو، انا نظن ما غاديش يطول ويعود للبلاد، وهذا يعني يوضع حد لكل الاشاعات اللي على الشبكات الاجتماعيه. مصطفى اولا ربي يجيب له الشفاء، نتمنوا الشفاء العاجل للرئيس تبون، لكن للمره الالف ناكدها باللي لا كومونيكاسيون، انا جي روتوني ان كومونيكي فلو لا ديرنيير فوا ما خليتليش برك نكمل سي حناشي كي تكملت كي تكلموا على تحسن ايجابي. داير دارت سي ديفوني لا ريزي في لي ريزو سوسيو، تحسن اوتوماتيكمون هو ايجابي. تكلموا داروا غلطه، هذا الخطرة ما تكلموش على الوضعيه الصحيه، قال لك انتهى البروتوكول، لا فان دو بروتوكول بريكونيزي بار لي ميديسان المون. اون ا با بارلي دو لا سيتوياسيون كيما لا ديرنيير فوا، parce qu'il faut bien analyser. ما قالوش باللي هو برا درك نستناو، قال لك الا تيرميني البروتوكول سي يفو لير اونتر لي بروتوكول تاع العلاج تاع العلاج. بروتوكول العلاج خلاص الاطباء هكذا بريكونيزي بار لي ميدسان، وبعد قال لك وسيجري فحوصات فحوصات مي هذيك ابري معليش ما يخليوني نكمل معليش صح راه دوسمون با بروبليم. قلت لك انا جور ايمي ديجا تتنحى هذيك الكلمه الاولى تنفيذا لتعليمات واحد اللي مريض ما نخليهش يديسيدي. الله الله رانا في دوله، رانا في جمهوريه، هو سيدها ومريض ما يديسيديش، حنا نديسيديو في بلاصتو تاع ديال لونتوراج. لا والله 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 العظيم سي حناشي ما قلتلكش الحراك، ما قلتلكش شكون لونتوراج انت يا ولا شكون. لا هذوك اللي كانوا لونتوراج ما ديسيدي ما ديسيديش هاوليك صافو التوش. لا قلت لك انا واحد مريض او في المستشفى الله يشافيه ما يديسيديش. انت شكون يديسيدي؟ سبحان الله مريض ومريض اي بي با شكون اللي قال؟ انا باسي فاكولتي مونتالي فيزيك صح اما لا تيو تونتا دو كونفيرمي الاشاعات اللي كانت في لي ريزو سوسيو. والله العظيم غلط كيف اني با دون سون ايتا مونتال. شوفي كنت فاهموش حنا نقول لك لحظه لحظه وخلينا كيف اني با دون سون ايتا مونتال. لا انتوما راكو تكوبين، انت اللي راك تكوبين سي عناد. جي با تيرميني. شوف دقيقه ما خلوكش تقول اي شيء، قول اي شيء معقول نقول لك. انا ديكتاتوريه ماناش ديكتاتوريه. شوف لازم انا نقول لك لازم نكونوا مسؤولين، مانيش نقول لك قول واش نحب انا، قول واش تحب انت، ولكن بشي معقول. انت الان تطلب يعني رحت وين ما لازمش رئيس تعليمات الرئيس، لازم حنا اللي نقراو في بلاصتو. لا 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 راكم تقول لا هكذا قلت لحظه لحظه قسما العظمة ما قلت هكذا لحظه قلت اسمح لي في القهوه خليني نصحح خليني ما فهمتش انت نصحح لك واش قلت. قلت لك سيده ومريض علاش يبداو الكومينيكي تنفيذا لتعليمات سيده ومريض. دركم نقول لك دركم نقول لك انا كنت فهمت الكومينيكي. لحظه البيان تاع الرئاسة وحتى البيان اللي قبله يقولوا الرئيس تحسنت صحته بشكل كبير بشكل تطور. خليني
نقول لك يعني اللي تحولينا خبراء احنا في اللغه اللي يهمنا احنا صحه رئيس وليس يعني مهم صياغه البيان ولكن اللي يهمنا بالدرجه الاولى صحه الرئيس. الرئاسه الان تقول باللي انه الرئيس في صحه جيد مش في تحسن ايجابي تطور ايجابي في كوميونيكي اللي فات لحظه تطور ايجابي في صحته وانه انهى بروتوكول العلاج يعني اوتوماتيكين انه بخير رئيس صدق. لما يكون في صحه يعني يكون صحته تحسنت يستطيع ان يحكم ويستطيع ان يصدر تعليمات وان يستطيع ان يوجه مساعديه. رجل ليس في وضع خطير انا نقول لك ليس في وضع خطير او ليس في وضع العجز رئيس لما كان نعطي لك احنا مختار نعطي لك هنا شوف نعطي لك كلمه شوف الرئيس ترامب كان مريض وكان يحكم رئيس الوزراء جونسون لحظه رئيس الوزراء جونسون كان يحكم وكان مريض وكان يحكم راح للانعاش وبعد برا وقعد يحكم ترودو كان مريض وكان يحكم يعني كي جات عندنا احنا قال لا الان انا اقول لك حسب المعلومات رئيس صحه الرئيس ليست في خطر رئيس بصحه ما نقولوش جيده نهائيا ولكن تحسن تعافى يعني تعافى خرج من منطقه من 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 من, من الوضع اللي كان عليه الان بشكل جيد الان يتواصل مع المساعدين تاعو يتواصل مع الحكومه تاعو سنرى في الايام القليله القادمه يعني كما قال مختارنا معه الان ظهور الرئيس عوده الرئيس ستضح هذه الاشاعات لانه احنا عندنا ميل لتصديق الاشاعه حق الناس ما تصدقش ولكن لا يجب لي ذراع الحقيقه باش تقول انت ما لازمش يحكموا احنا اللي نحكموا الى اخره باش نكونوا متواضعين ونحلوا بيان اعطوني كلمه تاعي اخي حقي اسمح لي اسم ديولي ما قطعتكش كمل صح انا انتم ما درتوا سبيكيلاسيون ما كاش انا كنت ترى واش قلت لكم واش حبيت نقول بديت لك ربي شافيه هكذا باسكو سي نوت البريزيدون هكذا معليش واش قلت لك سيدي لي مالاد سي با او بريزيدون دو دير Il faut informer le peuple de ma situation sanitaire. سمح لي. بالك ما يقدرش يهضر. شكون قال لك ما شكون قال لك؟ أنت شكون قال لك باللي كمل؟ خليني صعيب الشعب يصدق باسكو شفنا لي زونسيان جيستيون دي كريس سانيتير هذا الرئيس هو ريبوم دين رئيس الشاجلي رئيس خاصه الرئيس عبد العزيز بوتفليقه رئيس المخلوع نقول لك ما تصدقش هذا حقك ما تصدق صدق الاشاعه صدق الفيسبوك صدق كلام تاع القهوه لا يوجد مشكل قالوا لك قول هكذا باللي كان مليح مشكل انا لا اسمح لك باش تقول لي قالوا لك انا لا راك تقول راك انت لحظه وليت شاطر انت يعني كي شغل يعني تعقدني تخلعني قالوا لك ما يقول لي حتى واحد انت على بالك انت دي البوبوليزم تحكي على الفيسبوك والقهوه انا احاول ان اعطيك معلومات اسمع اصحاب القهاوي محترمين لحظه والله كاين دي دكتور دي تاع القهاوي لحظه انا اتحدث عن بيان اتحدث عن معلومات فقط في حدود الشيء اللي نعرفه في شي حدود اللي نقراه لازم واحد يكون مسؤول الان بيان تاع كل البيانات يعني بالتدريج سنرى هذا في الايام القليله القادمه تقول انه الرئيس تحسن صحته تحسنت كمل بروتوكول العلاج نعطي لك الان يعني اذا كان طبيا وليس لي يعني الحق نقول هذا الكلام ام لا نقدر نقولوا مثلا راه في فتره تاع كونفاليسونس فتره نقاها اي شخص مريض اي شخص مش رئيس فقط اي شخص مريض كي يمرض ويبرى يبقى في فتره نقاها يا اخي هكا يقولوا كونفاليسون اون فرونسي دونك انا مانيش مستشار تاع الكومينيتي انا نقول لك انا بقول لك علاش كيفاش علاش مصطفى تي فو امبوزي تو بوان لحظه ونخليك مصطفى لازم يتفهم السياسه واسمح لي مع احترامي ليك لما واحد يكون يعالج ويكمل العلاج نتاعو ماذا يعني هذا يعني انه تحسن بعد يدير دي بيلون يدير سوا يدير دي بيلون سوا يدير اون كونفاليسون هذا يعني انه صحته تحسنت ما تقوليش درك بوريس جونسون اللي ريستي 45 جور بوريس جونسون قاعد 45 يوم شهر عنده الرئيس تفضل زيد انا الكلام اللي ما نوافقش عليه يا سي مصطفى انت عندك رايك وهذا من صلاحيه تاعك وهذه هي الحريه اننا نتكلم على كل ولكن باش نقولوا باللي علاش يقولوا لنا بأمر من الرئيس أو ببيان من الرئيس
علاش الرئيس هذه اللي كتبوها في فيسبوك كتبها واحد في فرنسا من العملاء في فرنسا اللي قال لك الرئيس عنده AVC وماهوش يعقل وراه في كرسي الى اخره. دونك فو كونفيرمي سي شوز لا. الرئيس راهو لاباس عليه. الرئيس راهو لاباس عليه. انا نامن بالطاقم الطبي ما نامنش بالاشاعات باسكو الجزائر تبدلت قسما عظما بالله وجا الرئيس في غيبوبه ولا ماهوش قادر يحكم هو الاول يدير ان ستاف ويقول باللي جو بو بلي كوموندي. سنرى شوف مختار سنرى هذا في الايام القليله القادمه. نتمناو في الايام يعني القليله جدا جدا القادمه سنرى هذا. ويعني صعيب عليهم يقولوا باللي تعافى صعيب. لحظه قالوا تحسن انتهى انهى بروتوكول العلاج. شوف لا ديال فوا قالوا تحسن ايجابي داير سي با نورمال تحسن ايجابي شوف كيفاش تحسن ايجابي ولا هكذا. معليش ولكن احنا دائما نغرقوا في الفنجان. لا انتم راكم تشوفوا هكذا. انا نقول لك واش تلمو رئيس الجزائر نخافوا لازم نتكلموا. احنا نتمناو له الشفاء نخافوا عليه. البلاد محتاجه بيان سور طبعا ريبوبليك. انا ما قلتش العكس. البلاد في حاجه الى رئيس قوي نتمناو له الشفاء نتمناو له العوده السريعه. ولكن يعني استهلاك او قبول او بلع كل ما ينشر في الفيسبوك هذا غير صحي وغير صحيح. تعرف لماذا؟ لانه لا يمكن لرئاسه منطقيا لا يمكن لرئاسه الجمهوريه تقول لك رئيس كمل العلاج تاعو وتحسن وهو في وضع صحي صعب. لانه الايام ستكشف. هذه الايام ستكشف. وانا نقول لك ممكن جدا وقلنا سنرى في الايام القليله القادمه انه الرئيس بخير. يعني وكان عنده كورونا قلت غدوه يدخل. ما قلتش غدوه. لا انا بالك ممكن جدا غدوه. ما قلتش غدوه ممكن. 12 يوم. لحظه ما على بالناش. مشكلتك انت تقولني راك غير تتهمني انت تاع السلطه انت تقول اي شيء. انا شوف لحظة مشكلتك انت ومشكلة غيرك لما تحبوا تحكموني ما تحكمونيش. لماذا؟ تعرف لماذا؟ لأنه عمرك لن تجد بأنني قلت غدوة يدخل. لن تجدها في اليوتيوب في أي مكان. ممكن يدخل. أنا قلت ممكن يدخل في الأيام القليلة القادمة. أنا دائما نعرف واش نقول يا سي ما نطلقش كلام وخلاص. نعرف نحسب ونعرف لو لساني 10 مرات قبل ما ننطق الكلمة لأنه نحاول نكون مسؤول. وهذه تاع الاتهام يعني تتهم خلينا منها. يونا ما انت راك تطاكي فيسبوك. انا ثاني نطاكي تليفون. لحظه واش من تليفون ولا قول قول قولوا انتم لي ميديا قولوا بلي كاين مشكلتكم انتم. شوف انا الحقيقه نقص على الحقيقه. لحظه هكذا راح ندخلوا انت الحقيقه تكشفكم. انا نقول لك تعرف اكبر حاجه توجعكم وتضركم هي الشفافيه. لانه انت هنا معنا نتحداك الى واحد قال لك واش تقول نهار نتحداك احنا شي نهار ثاني نحبس. لحظه انت تقول الهاتف هذا الهاتف كيجيني نبلغولك انا بلغولك الهاتف واشكون نهار بلغنا لك واش تقول. ما تقدرش لانه انت نهضر عليك جو بارون جينيرال. انت تتهم. شوف ما تخليناش ندخلوا في نهضروا على لان تي في ماشي على حنا. صدقني لا تنتقد لان تي في. هنا راك في الحياه تهضر على الحياه وانت تتهم الناس بالباطل يعني وما عندكش معلومات وماكش متاكد ولكن تتهم وسهله. قال الشعب وانتم السلطه. يعني نتوقف عن هذا الكلام. هذا انتهى وقته. وقت العقل وقت التفكير. والله العقل هذا ما جاش يجي. ارجوك يعني طلع النيفو باش هكذا يهبط. شوف دبلوماسي النيفو انت ثاني والله يا ارجوك فين نخمم كيما انت سينو ما عندناش نيفو. لا يا ودي صدقني مني انا خليني نهضر لك حاجه. شوف يا دي ميساج نمشي ولا امور اخرى. يا دي ميساج كي اونتي ادريسي بار les grands de ce pays, dans les grands chefs d'État, les grands souverains de ce pays, pour souhaiter yani le rétablissement d'un président. Alors, avec diplomatie, hadou ka les chancelleries, rami issou, s'ils avaient un doute, belli saha taou, rien fi tadahour, kima ktbouha lmgharba, lyoum félicite tawahem, mais batouche hadou les messages. Ça, en tant que diplomate, je vous le dis. D'accord? Tout le monde est au courant que sa santé s'améliore. Aujourd'hui, hadou bayen, yigoul belli kemmel. Le traitement, c'est-à-dire qu'il cumule le traitement. La convalescence, il n'est pas obligé de la passer là-bas. Il fait les derniers examens pour voir qu'est-ce qu'il a donné ce traitement. Il va rentrer en convalescence suite au Jazeera ou en dehors d'Anna ou Istarih. Donc, qui m'a coulé une scène dans le dernier année qui est mort d'Istarih. Barakallahu fik, Anna wesh habit. Le message que je voudrais passer, Anna chab lazm ithiq, le mouassassat n'ta'ou. Kaina un problème de confiance ou la? Hakda.
ولا الشعب ما يهمش. انا حبيت علاش قلت لك نعلق على، انا علقت على الكومينيكي ما علقتش على الانستيتيوشن. قلت لكم اسكو هذا اللي كتب هذا اللي قال بلا عقل بلا ارجوك بلا عقل. لا لا بلا عقل ما راناش في السوق بلا عقل. اوليك انت تحب تدير لي روما بلا عقل رانا في السوق باسكو الناس ما يحبوش الضجيج والله بلا عقل. انا ساكتين تفضل والله ما خليتونيش شوف والله جو سوي داكور 2000% معاك. علاش؟ Parce qu'on a perdu la confiance pendant des années. Donc aujourd'hui, on est obligé de rétablir. مختار نتوقف نتوقف بصراحة. روحوا الآن الكوفيد لأنه من نغرقوا في الفنجان ونموت في الفنجان وندفن وننتهي. وأنا لا أريد أن أموت في الفنجان بصراحة لأنه نقاش لازم يمشي ولازم قول عبر على رأيك كما لا ما عبرتش اليوم راك تحبس الناس نحبس لازم سونسوري تمشي روحوا والله لازم سونسوري كورونا. يعني اليوم الوزارة الأولى دارت بيان حول تعديل الولايات أو قائمة الولايات اللي يمسها الحجر الصحي. كنا 29 ولاية زدنا أو الحكومة زادت 3 ولايات جديدة اللي هي الأغواط أم البواقي وسوق هرس. ولينا بعد ما كنا 29 ولينا الآن 32. الحجر يبدأ من الساعة 8 مساء إلى الخامسة صباحا. وهناك إجراءات أيضا أخرى متبعة منها غلق مواصلة غلق وتحديد نشاطات بعض المتاجر والمطاعم ابتداء من الساعة 3 وإضافة إلى إجراءات المتخذة سابقا. وأعطي التعليمات إلى الولاة لاتخاذ تدابير في كل ولاية في كل بلدية في كل دوار في كل حي في كل قرية إذا كانت هناك ظهرت يعني بؤر لهذا الوباء الخطير. هي إذا سمعت سيح الناجي كل راعي مسؤول عن رعيته لا لا والله كل والي مسؤول عن الولاية تاعه هو على باله وراهم لي كلوستير شو مشاكل شو التسيير إلى آخره. ما نظنش يفضري كما يفضري ديسنتراليزي لا جيستيون دو لا بانديمي. علاش؟ لأن كل مجتمع أنا على سبيل المثال كان مجتمعات كما تفاهمنا ما نقولوش الأسماوات أنا كي رحت المدة الأخيرة نسيبهم ما زالوا يتسلموا لأن في المنطقة هذه عندهم عادات أنهم يتسلموا. دونك لا كونتامناسيون هذه بوكو بلي بروبيس بار كونت في دوتر فيل وين الناس عندها كاين درك مشكل اللي راهو مطروح اليوم هو باش ما ننساوش لأنه في جدل كبير وحتى كل يوم في الإذاعات يتكلموا على الشيء هذا أننا نتكلم على المدارس. لماذا المدارس لم تغلق؟ لماذا المدارس لم تغلق؟ لأن علاش كان تقريبا 10 ملايين طالب بين ثانوي إلى آخره وكان 500,000 مدرس. دونك كي نشوفوا سيت ريسورس هيومان وكان مدارس اللي راهي تشات بالكوفيد إلى آخره. يا هل ترى ماهوش من الأحسن وهذا الشيء هذا رأي تاعي خاص أننا نحبس حتى نفوت هذه المرحلة باش نعاود أون رودون نوتر سوفل على ليكول الجيريان. باسكو كيما رانا هكا فيه على سبيل المثال كاين مشكل تاع اليوم على سبيل المثال في بعض المستشفيات وما نقولش لازم نتهيأ حتى الولات في مشكل تاع الاكسجين اننا اون ريكيزيسيون لا برودكسيون دوكسيجين بور لي زوبيتو باسكو يا اون بوسي سور لي زوبيتو عياو الطب عياو. اليوم اون بروفيسور في ستيف اللي خدمت حياتها كامله على جال زبيدة زياري لما الاسم راهو عندي اللي هي خدمة ابيديميولوجيست خدمت حياتها كاملة من أجل يعني باش الصوف دي في ماتت بالكوفيد. يعني كان أطباء راهم يموتوا كل يوم كان أتقم حتى المدرسين راهم يتقاسوا 10 يجب تذكير 10 تقريبا بين أطباء وتاع الباراميديكال توفوا في 4 أيام الأخيرة ربع أيام الأخيرة. فلهذا نقول أنا كان نقول باللي لازم تكون عندنا نظرة أننا أسكو نلاس ليكول ولا اون فيرم بور ميو افونسي ابري. يعني المشكل يبقى مطروح معك. انا معك مختار في انا اميل الى فرضيه غلق المدارس لفتره معينه حتى جوز هذا. قبل ما اعطي الكلمه لمصطفى نروح للولايات اللي تقيسها او المعنيه بقرار الحجر الصحي. يعني ناخذوا الاضرار الاغواط ام البواقي باتنا بجاية بسكرة البليدة البويرات بسات المسان تيارة تيزي وزو الجزائر جيجل سطيف قال مع النابة قسنطينة المدية المسيلة ورقلة وهران إليزي برج بواريريج بومرداس تندوف تسم سيلت وادي سوف خنشلة سوق هراس تيبازا وعين أتموشن 3 ولايات جديدة لي سوق هراس الغواط وأم بواقي. مصطفى انا جو سوي بو لو كونفينمون مي لو كونفينمون تكلمنا البارح على التريك اللي فو موبيليزي لوكسيجين مع سي حناشي. مي انا توجور كونت اون برون دي ميزور اون في دي زانتيرديكسيون لازم نعطي الحقوق للمواطنين باش ما يكونوش المشاكل
ياك باش الناس ما تخرجش، لازم تكون سيوله في البارد، لازم لي فاكتور ديريكت، لازم نطمئنوا الشعب الجزائري باش يمشي مع هاد لي ميزور دو كونفينمون. السي حناشي هنا مسؤوليه الدوله اللي اونغاجي بالك، ونسمعوا غدوه اوني كونفينمي نروح لابوش يقول لي ما كاش سيوله، ابري سي ان موفمون دو بروتيستاسيون ما تقولولوش الشعب علاش خرجت. هذه وحده. ثانيا يفو موبيليزي كما قلنا البارح السي حناشي باسكو سي لا سونتي سي البروبليم دو لوكسيجين il se pose avec acuité. Donc, هذا البروبليم لازم يتحل. Il faut que le ministre de la Santé fasse le nécessaire pour que les hôpitaux ne manquent pas d'oxygène. يجب ايضا pas seulement ليس فقط الاكسجين ولكن حتى حاجه اخرى كاين تيست بار اكزومبل البي سي ار من البروتوكول كاين. نعم ولكن الحمد لله شفنا المدير محط باستور يلتزم ب ب ب استيراد او شراء يعني اجهزه كبيره نتاع لي تيست. ونتمنى ايضا حتى الاجهزه التنفس الاصطناعي الاسير يعني الدوله الان لازم تحمل مسؤوليتها وتحط لو باكي كما يقال لحمايه المواطنين. يبقى الدور من بعد على المواطنين اللي هما يديروا الاجراءات الوقايه نتاعهم. كان شيء اخر اللي هضر عليه مصطفى وانا يعني نساندوا فيه المشكل تاع السيوله، شحال نبقاو فيه في هذا المشكل تاع السيوله؟ على سبيل المثال نعطي لك اكزومبل، انا كنت اليوم في البريد يعني تسيب مواطن لان السالير تاعه ديباس لي 100,000 دينار يعني لازم له يجي اليوم يدير لاشين دونك يسيكسبوز اليوم باش يدي يعني كورونا ويزيد يدير لاشين غدوه ثاني باش يدي شبقه لهذيك 300 دينار يزيد ثاني يدير روحو في غد. هاد الدراهم اللي وجدتوهم اليوم وجدتوهم غدوه على ما تعطوهملوش اليوم يعني نبقاو جوسكاكون في المشكل هذا تاع السيوله الى ترو ديوري يعني سو بروبليم تاع لا ليكيديتي الى ترو ديوري الى انورميمون ترو ديوري اي سا كري دي 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 شان دوفون لي بوست وين الانسان يرجع زوج مرات صدر يسو في دو فوا اون ريسك يسو برون دو فوا اون ريسك باش يدي النقود تاعو. علاش؟ لان لا بوست ان سي با ديفلوبي. كون كانت كان اون بوست بونك نخلي دراهمي في لا بونك فيها الفايده ندي من عندها كريدي وانا انا ما فهمنيش كي يكونوا دراهمي في لا بوست ونخليهم سيت اون بونك ندي كريدي باش نشري ولكن سيت اون بوست ما تعطي لك لا كريدي لا والو. دونك الناس تروح تدي دراهمها يروح اليوم يرجع غدوه ويرجع من غد باش يدي دراهمها. زيدوا نقطه قالها مصطفى مهمه اللي هي البيمو الكترونيك يعني حان الوقت باش ندخلوا مباشره في تعميم على المستوى الوطني يعني كل الدول حتى الافريقيه جيراننا في الدول العربيه في اوروبا في كل العالم مازلنا احنا ما قدرناش نحلوا هذا المشكل واللي هو مفيد حتى الاقتصاد الوطني يعني في 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 التراسابيليتي في لي زامبو في 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 كل لي زامبو يعني الدوله تربح. المشكل هذا علاش؟ يعني نهضرنا على قطاع تاع السيوله سي لي بوست. نعم نهضروا على الانترنت باسكو طونك ما عندكش ان ديبي دانترنت دانترنت ولا في دوك درجه صعيبه هذه المشكله تاع الانترنت سي غراف ولا سي غراف تروح تخلص يقول لك ما عندكش الليكيد. علاش؟ يقول لك لا كونيكسيون ما كاش. دونك كيف تدير انت يا لو بايمون بار ظاهره يعني بصراحه لانه 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 الدفع بالبطاقه الالكترونيه خلاص ولا عمله رائجه في العالم كله غير حنا. والسبب بصراحه ما نعرفوش ما هو يعني تروح الان انا نعطي لك مثلا في مطعم جزائري لا اريد ذكر الاسم واستغربت يعني عنده بطاقه الدفع الاله الجهاز تاع الدفع الالكتروني ولكن اللي عندهم كارت فيزا يعني اللي خلصوا بديفيز ففي مطعم تجي تقول له نخلص يقول لك لا دي مخصصه يعني كارت فيزا بصحه ممكن مش عارف لا انتردي ولا لا. لماذا بالدينار لماذا بالدينار ما خلصش البطاقه يعني شيء غريب صراحه يعني لازم قرارات شجاعه مثلا هذه المشكله تاع الدفع تاع يعني تخلص بالسبيس لازم تتوقف ونكونوا شجاع عندنا الشجاعه ونحبسوها ولكن يبدو انه هناك تخوف من ردود افعال البروبليم هذا تاع الاخرى ما زال ولكن على كل حال نروح الان الكورونا لكن حاجه قالها على الشعب لازم نوفروا للشعب اذا بغينا نغرقوا اسكو انا غدوه كاينه ولايه ما نقولش اسمها ولايه من الولايات تاع الجزائر طلعت فيها عزيزه علينا ان شاء الله يبعد الشر على كل مؤمن ان شاء الله طلعت فيها 6000 كا يدوا فيرمي اسكو لا ولايه على اكسوني سون بلون اورسيت pour avoir de l'huile nécessaire du sucre les réserves parce que عشناها في الديفي في البليده نتفق معك صح روح ازمه سميت للارقام تاع كورونا المسجله في 24 ساعه الماضيه يعني اليوم 860
اصابه جديده في 24 ساعه، وعندنا 15 حاله وفاه ربي يرحمهم ويصبر الاهالي تاعهم ويغفر لهم ان شاء الله، وعندنا 44 في العلاج يعني في 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 الانعاش، وعندنا 434 حاله شفاء الحمد لله. على كل حال هبطت الولايات اللي ما فيهاش كورونا من 22 21 الى رقم 17، 17 ولايه ما فيهاش اصابات، وعندنا 11 ولايه يعني طلعت شويه اللي سجلت فيها اقل من 9 اصابات، يعني حتى الوضع ماهوش كما يقال يخلع يعني يدهش، ولكن مازالوا مرتفع مازال. جوستومون سي حناشي اون نو بارل با بوكو دو بوزيتيف، لازم ثاني نعطيو ليسبوار باسكو مالاد كي يكون مريض سي حناشي نتمنوا له توجور الشفاء ولوي رومونت المورال باش يبرى باش نساعدوه باش يبرى. دونك حنا ثاني الشعب لازم دي فوا نعطيو له الحقائق، مي دي فوا نعطيو له ثاني ليسبوار، فهمتني؟ ولكن باسكو كي دير البورسونتاج اللي يبراو الي اكسترا اوردينير في الجزائر الحمد لله. مصطفى بصح دور تاع الاعلام اليوم هو الدور تاع التوعيه باش نتفاداو الشيء اللي رانا عايشين فيه، لاننا كي نشوف الارقام هذونا نخاف، لان هذه الارقام سيدي ارقام تاع كي يموت واحد تخاف، يا PCR يا بارو سيرولوجي يا بارو سكانر. نعم ممكن الارقام تكون مضاعفه، ممكن او كاين الناس اللي ما راحوش المستشفى اللي ما يروحوش. انا نعطي لك حاجه في الولايات المتحدة وين بدات الوباء، بدا في نيويورك، راك شفت لي كاميون فريغو دايرين فيهم موتة تيرمون ما طاقوش، ولكن تحكموا في الأمر. اليوم سي نيويورك كي ليطا لو موان توشي أو زيتازوني، علاش؟ لأن التطبيق الصارم للقوانين لا ديستونسياسيون لو ماسك، هذا هو الشيء نوصي به المواطن، لأن ما كاش بور مومون لا غير سهلة لا بافيت. أنا نشوف في دي بوس اليوم لي بوس تاع الجامعة إلى آخره، انا فت عليهم والله غير نزيد نفيلمهم خطه اخرى بلا ماسك على الانتيريور. يعني كيف تحبس الوباء هذا؟ سي المواطن كيف ديفو يا كما قلت انت، الحمد لله الدوله دارت الامكانيات، ولكن المواطن ما يطبقش هادو لي ديستانسياسيون يا اخي اون بو با لي لوا افيك نو سي يجب التذكير بان يفو ان في سيتويان يفو ريسبونسابيليزي لو سيتويان. يجب التذكير فقط انه التعليم الجامعي والتكوين المهني تم تاجيله، يعني الان رانا في الابتدائي والثانوي، رغم ذلك نشوفوا حفلات تاع النقل الجامعي لا ادري يعني كيف كاريينهم بالك اللي تيزا ولا بالك ممكن تاع المواطنين ممكن بلك. نقل المسافرين، ولكن انا ايضا لاحظت بانه عدم التزام. ولما اقول لك مصطفى امس تقول لي انت ضد الشعب، انا لست ضد الشعب، انا واحد من الشعب. لما نقول انه الشعب في كثير من المدن والولايات وحتى في العاصمه ما يلتزموش بالكمامه، يعني مش احنا ضد الشعب ومع السلطات، هذا كونستا، هذا واقع. تروح للسوق مثلا تسيب 5% دايرين الكمامه و10% وممكن في العاصمه بزاف دايرين، ولكن في ولايات اخرى في الداخل ما يديروش الكمامه، كاين اللي ما يعرفوهاش في بلديات ودوائر ما يعرفوش الكمامه. نعطيك حاجه اخرى سي حناشي، انا كنت متمني يعني دون الكادر دا سونسيبيليزاسيون كنت متمني، لان في واحد المرحله كانوا لي زاكسيدون فواتور بزاف، كاين واحد الدوله في العالم علقت لي فواتور كي اون ايتي اكسيدونتي افيك لو نومبر دو مور في شاك اكسيدون، علقتهم في الطرقان بور سونسيبيليزي داكور باش تزعزع. انا جوري مي كوم لي سال دو ريانيماسيون شت لي زيكرون بيبليسيتي لانفطري ندير دي بروجيكسيون ديريكت من لا سال دو ريانيماسيون نفلوتي برك لو فيزاج باش نحافظوا على الاخر. ما فهمتنيش باسكو دي فوا يفوا ان الكترو شوك باش الناس تفهم داكور. علاش؟ لانني فقدت يعني عندي صديق زوج طيارين تقاسوا بهم بنساهم، واحد فيهم فقد الزوجه تاعو البارح داكور. دونك سي دي شوز اللي تعيشهم. لا لا عندنا اصدقاء اقارب نعم يعني للاسف يجب نحسوا جميعا بانه الموت بانه هذا الوباء يقدر يخطف منا اي عزيز في اي لحظه، يعني يضرب في اي مكان بدون حدود بدون رقابه بدون انذار ويتنقل بسرعه رهيبه يعني وغدار، لانه رانا نتبعوا يعني عدد كبير مصاب وربي يلطف بالجميع وربي يشفي الجميع. على كل حال الوقت المخصص لهذا الجزء انتهى، في الجزء الثاني نتناول بعض الاخبار المتفرقه حول المحاكمات و القضية الأهم اللي هي قضية الصحراء والمغرب، ونشوفوا تصريحات قائد أركان الجيش الجزائري في، ولكن بعد هذا الفاصل قصير ثم نواصل هذا الحوار. <تصفيق>
اهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني من بوليتيك. قبل ما نروحوا للموضوع الرئيسي اللي هو قضيه الصحراء الغربيه، نروحوا بعض الاخبار يعني المتفرقات تاع محاكمات اليوم. صدرت الاحكام في قضيه سيد ربوح حداد او عمر حداد المعروف بربوح وشقيق رجل الاعمال علي حداد، صدر عليه حكم بالحبس سنتين نافذتين وبعض الغرامه، وكذلك صدرت الاحكام في قضيه خليفه يعني 18 سنه في حق عبد المؤمن خليفه، نفس الحكم اللي صدر عليه في جونفي 18 سنه. كاين تخفيض العقوبه نظن للسيد علي عون الرئيس المدير العام السابق لمجمع صيدال اللي صدر ضده حكم بسنه سورسي يعني مع وقف تنفيذ، ويعني من الاسماء المعروفه إغيل مزيان مدرب الكره المشهور اللي صدر عليه حكم بثلاث سنوات حبس نافذ. تقريبا هو نفس الفترة اللي جوزها يعني تعلق على الأحكام هذه مختار. والله أنا ما نعلقش على الأحكام تاع العدالة يعني أنا نتمنى تعطي رأيك ولكن ليس تعليق على الأحكام. يعني هي لازم نكملوا في محاربة الفساد، لازم نكملوا في محاكمة الناس اللي قاموا بالأشياء، أما الناس اللي يعني لازم العدالة تكون عدالة حقيقية. إذا بغينا نبنوا دولة قوية لازم العدالة تكون عدالة حقيقية باحترام حقوق كل إنسان، لأن حتى هاد الناس اللي راهم في الحبس ومحكوم عليهم هما أشخاص عندهم عائلات، فنحترم كل الناس نخلوا العدالة تأخذ الإجراءات تاعها. لا بارتيكولاريتي تاع البروسي خليفة كونتريرمون لي بروسي تاع الفساد مع النظام الجديد كما تسموه انتم الجزاء الجديدة، هذا البروسي تاع خليفة ندار في وقت كان في الحكم صحاب الفساد، فهمتني؟ دونك هذاك اليبوك ميم الشعب لي زاب با بريو سيريو. دونك بون دونك ابري لا كونفيرماسيون دي بان دونك اون دوا تورني لا باج. لا معنى بصح كاينه حاجه، كاينه هذه امانه يعني لي فيكتيم تاع عبد المؤمن خليفه، باسكو اون دوا بارلي ديسكروكري. على بالك باللي كيا بلوس دو شحال بلوس دو 20000 ولا 30000 كليون بوتونسييل الكبار مساكن، كاين اللي هبل كاين اللي مات كاين اللي علق روحه سي حنا شي باسكو قانون تاع يحيى سي يحيى ربي يسامحو اليبوك الى ديسيدي دو رومبورسي لي فيكتيم تاع 600000 دينار. سمعت عندك 10 ملاير يعطيك 600000 دينار، عندك 600000 دينار هاك سلكت ان شاء الله يديو حقهم، لانه اللي نورمالمون هم صغار المدخنين اذا جاز التعبير اللي عندهم. والله مساكن سون فيكتيم. جبت تذكير مصطفى انه القضيه تاع لانه كثير اسئله طرحت وطرحنا ايضا على بعض الخبراء في القانون انه المحكمه العليا نقضت الاحكام اللي فيها عيب قانوني يعني، وبالتالي اعاده محاكمه هذه الملفات فقط، هذه الاحكام التي نقضت من طرف المحكمه العليا. احنا شي كاين بزاف متهمين ما كاشهم. جوري ايمي نشوف واحد كيما سيدي سعيد، باسكو سيدي سعيد اون سا كاليتي دو اكس سكرتير جينيرال دو لو جي تي اي هو اللي عطى الامر للاكناس باش يودعوا دراهم تاع الخدامين في بنك الخليفه. وتحدثنا في الاعداد السابقه قلنا انه اعترف وفي داخل قاعه المحكمه قال هما انا اللي اعطيت الاوامر، مش اعطى الاوامر انه زور البي في يعني وقع البي في وحده. هذه انيكتوت. لا الوقت معليش باسكو مات البارح مسكين الله يرحمه تحت التراب شهاده لله. حنا شي لايتي كونفوكي في البروسي هذاك ليبوك، قالت له رئيسة الجلسة هي امرأة قاضية قاضية، قالت له سي حناشي كيفاش قبلت سبونسور تاع خليفة بنك؟ هو تا المسكين سبونتانيمون ويحب يضحك. واش قالها؟ قالها سيدي القاضي انايا وكان وزير العدل تاعكم يسبونسوريزي جيسكان دي دراهم. الله يرحمه الله يرحمه ويوسع عليه الله يرحم كل الموتى. يعني قضيه خليفه اغلقت نهائيا. نعم، وسنرى في الايام القادمه ماذا سيكون من محاكمات اخرى. نروح الان للقضيه الاهم، قضية الصحراء الغربية والمغرب. الأمور تطورت، يعني يجب التذكير أنه المغرب بدأ بإطلاق النار على متظاهرين أو مدنيين في الكركرات ورد، وهذا كان إذان بوقف
تقريبا يعني تخلي عن وقف إطلاق النار، وردت الصحراء الغربية أو الجمهورية العربية الصحراوية بوقف أيضا عدم الالتزام بوقف، وكأن ندخلنا الآن في حرب، حرب معلنة من الطرفين. اليوم بيانات صدرت على الجيش الصحراوي قال أنه ألحق خسائر بالقوات المغربية، ونظن في فيديو حول سقوط طائرة عسكرية مغربية. الأمور تطورت يعني، الآن شفنا تدخلات من كثير من الدول. يجب التذكير دائما بأنه دول الخليج تساند المغرب في اعتداء وهجومه ضد الصحراء الغربية. نذكر المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، قطر، البحرين. وسنرى، وقلنا مثل ما قلنا من قبل، يعني هذه الأربع دول عندها علاقة يا إما مباشرة أو غير مباشرة بإسرائيل. ويجب تذكير أن المغرب عنده دائما يتكي أو يرتكز على فرنسا وعلى إسرائيل. وهناك خبر يعني حتى نفهم ما يجري، بثوا يعني تلفزيون وموقع أمريكي أكسيوس يقول فيه أن هناك صفقة ديل بين إسرائيل والمغرب حول احتراف، أو الإسرائيليين دفعوا الأمريكيين إلى الاحتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية مقابل احتراف المغرب أو تطبيع المغرب مع إسرائيل. وكان وطبعا لا المغرب كذب ولا إسرائيل كذبت ولا الولايات المتحدة كذبت ولا الإمارات كذبت يعني، وهذا طبعا بدفع بتنسيق أيضا مع الإمارات. والآن توقفت لأنه فيه انتخابات، فيه لا ندري، ممكن جدا يعني لا أدري، ولكن احتمال أن يقوم ترامب بهذه الخطوة قائمة، لأنه ترامب الآن يقوم بأشياء يعني قبل ما يغادر البيت الأبيض. ولكن حتى نفهم بأن المغرب متكئ دائما على إسرائيل وعلى خاصة فرنسا. مختار، أولا باش الشعب يفهم أن القضية الصحراوية هي في يعني الريزوليسيون 15-14 الدات دو 14 ديسمبر 1960، وين نتكلم في الأمم المتحدة على تقرير المصير سبقت الجزائر، القضية الجزائرية يعني في 2060 كي تي كونسيديري كوم ان تيريتوار اوتونوم 1960 باش تقرر المصير تاعها. يعني من بعد خرجت اسبانيا في 75، دخلت المغرب في المسيرة الخضراء. الوغ كو اكتويلمون قانونيا لادمينستراسيون دي تيريتوار اوكيبي بيسك مازال ما درناش تقرير المصير، هي اسبانيا اللي تكلف فيها ماشي المغرب. يعني المغرب هو ما عنده حتى دخل في الانسيان كولوني، هذا عند الامم المتحده هو محتل لاراضي ما يشتاها، يستغل في الخيرات تاعها بتواطؤ كما قال لك ولا دعم من عند دول من الخارج، القطر، السعوديه. لان باش ما تنساش سي حناشي، لما المغرب شارك في بالقوات تاعو، قوات بين قوسين، في حرب ضد اليمن في سكون ابل لا كواليسيون عرب، ما يشرح تبطل، هذه كانت عندها يعني سي دي ديل ارواح، ونعطي لك شويه نقود ولا نشري لك شويه سلاح. شفنا التسليح تاع المغرب مؤخرا، المروحيه تاع اباتشي، الرينوفاسيون تاع لي زاف 16، هذا كان تحضير. على سبيل المثال قبل ما تصرغ الغارات 48 ساعه قبل، شكون اللي كان في المغرب؟ كان لو دريون. شكون اللي ساند المغرب في لو كونسي دو سيكوريتي؟ سي فرنسا. سي فرنسا هي اللي حبست تقرير المصير، لان لما يعني لو كونسي دو سيكوريتي يبعث يعني اون ميسيون لا مينيرسو كي شارجي مهمتها تقرير المصير. نعم يعني ومن 91 مازال ما دارش تقرير المصير. 27 سنه برايا. وصلت حتى المغرب انها حاوزت يعني لي ريبريزونتون تاع لا مينيرسو لا تعقل، وقبلت الا 28 واحد. يعني صبحت المغرب هي اللي يعني هي سي تيل كي ديكتو كونسيل سيكوريتي سكي دو فير. حاجه واحده اخرى لازم نذكروها للشعب، كاين زوج دول في العالم نقول لك يعني دولتين اللي لا يعاقبان في حاله عدم تطبيق قرار الامم المتحده هما اسرائيل والمغرب. تفضل هذه يعني كاين لا 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 الشابتر 6 دو موان الشابتر 6 ولا الشابتر 7 دو كونسيل سيكوريتي اللي يقول لك كنا نفرض عليك يعني قرارات في الشابتر 6 الا ما طبقتهمش كاين يعني جامبوز دوتر تريك باش تطبقهم بالسيفالي كيما لومبارغو الى اخره.
سي لي دو بي اللي ما يطبقش عليهم. اسرائيل اسرائيل في لي ريزوليسيون تاع لا فلسطين، والمغرب في لي ريزوليسيون تاع الصحراء الغربيه، وهذا بدعم من فرنسا، لان حتى المغرب اطلق دعايات ان الديبارتمون ديتا امريكا اللي تي داكور افيك لوي سور لو بروسيسيس دوتونومي. الولايات المتحده يعني كذبت الخبر وقالت احنا لا احنا نتمشاو. داير قرارات شرعيه داير حتى في لا مينور سو لا دينير ريونيون تاع كونسيل سيكوريتي، هو سي 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 اون بروبوزيسيون تاع لا ريزوليسيون تاع الولايات المتحده، اللي درت لا بروبوزيسيون دو برولونجي لا مينور سو ديون اني بور اورغانيزي لو كونسيل لو ريفيروندوم. دونك المغرب انا نظن هذا المشكل تاع غرغرات، اذا سمح بارك راني طولت، انا هذا مشكل داخلي اللي هو صار في المغرب، لان الكوفيد قلت لك خلى اثار كبير في العالم كامل، ماشي غير في المغرب، كان شعب اخينا تاع المغرب راهو يعني في وضعيه خطيره، لان لي كونتاميناسيون زوغمونت، الحاله الاقتصاديه تاع المغرب، التوريزم هو اللي يجيب له الاقتصاد، التوريزم راح. دونك باش بور ديتورني لاتونسيون سور سكي سباس دون لو فرون انتيريور داكور، il fallait créer un problème à l'extérieur باش نجند الشعب في الشيء اللي ما يهمهاش في الداخل. هذا هو المشكل تاع تاع اما يعني كان مشكل اخر فيه اكتوالمون، حتى كي حلت الامارات حلت، وهذه معلومات يعني وارده، حتى السفاره اللي حلتها الامارات في العيون، كي تشوف سفارات تشوف سفارات تشوف اعلام تاع الامارات، الداخل فيه المخابرات تاع الموساد هي اللي تخدم الداخل، وهذا الشيء قلناه راهم في النيجر راهم في تشاد الى اخره. يجب التذكير عفوا مصطفى انه التطبيع بين الامارات والاسرائيل كان قادر يشكل خطر على كثير من الدول اللي عندها موقف معادي لاسرائيل او مؤيد لفلسطين، وشفنا حتى في الجزائر مثلا ممكن تتقلق الجزائر ليس فقط في قضيه الصحراء الغربيه او المغرب، ولكن حتى بالنسبه للاماراتيين لانه عندهم استثمارات في الجزائر، عندهم ميناء دي بي وورد ويتصرفوا فيها، يعني ممكن جدا، وخاصه لما نشوفوا الموانئ الجزائريه ممكن تكون مصدر معلومات بالغه الاهميه، يعني خاصه الاقتصاد تاعنا قائم على الاستيراد وعلى تصدير البترول الى اخره، يعني كما يقولوا ممكن الداتا نتاعنا تكون عند الاسرائيليين. حتى في المغرب وشفنا في مؤتمرات القمه وين الاسرائيليين جسوا على الرؤساء العرب من المغرب، ولما تكون سفاره نتاع الامارات في 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 العيون. في العيون يعني هذا انه وجود اسرائيل مباشره على الحدود الجزائريه. وشفنا قبل اشهر قليله يعني لتذكر مختار انه المغرب قرر يبني قاعده عسكريه على الحدود الجزائريه على بعد 50 او 34 كيلومتر، والقاعده هذه اللي راح يشغلها ويبنيها ويحركها هما الاسرائيليين، وبالتالي اصبح المغرب يشكل خطر مباشر بتحالفه مع اسرائيل ضد الجزائر. يجب تذكير ان دائما نقول هذا الكلام انه الجزائر عندها موقف مبدئي من قضيه فلسطين، عندها موقف مبدئي من قضية الصحراء الغربية، وهذا يجيب لها مشاكل يعني من عند الفرنسيين، من عند المغربيين، من عند الإسرائيليين، خاصة الإسرائيليين. نعم، وعندها موقف مبدئي من عدم المشاركة في تحالفات المناهضة أو ضد الشعوب العربية. شفنا اليمن، العراق، تذكروا حرب العراق الجزائر ما شاركتش في ما رسلتش القوات نتاعها، المغرب رسل القوات نتاعو، رسل القوات نتاعو في التحالف في اليمن اللي شن حرب ضد شعب يمني بغض النظر عن الحوثيين او السعوديين او لا ندري ماذا. ولكن الجزائر ايضا ممكن المغرب يعني يعطي رسائل الى الجزائر بما يقوم به في الصحراء الغربيه. وهذه مصطفى نعطي لك الكلام، شفنا اليوم خطاب تاع قائد اركان الجيش اللي كان قوي راح نشوفه بعد لحظات، لي طبعا ما فيش اشاره ما فيش، ولكن قائد الجيش يتحدث عن دور الجيش، عن موقف الجيش من الجزائر ومما قد تتعرض له الجزائر. اذا سمحتوا لي برك دقيقه برك لاخر المشاهد المواطنين الجزائريين باش تشوفوا الخريطه هذه، اون مارون كما تشوفوا فيها بالبني هي المغرب، وبالاخضر هذيك هي الصحراء الغربيه، والتحت كما نشوفوا في الكركره هذيك سي غرغرات عند موريتانيا، باش تعرفوا باللي ما كاش حدود بين المغرب وموريتانيا. انت واش جابك تما باش تفتح ثغره يعني باش تفوت في الطريق تروح لموريتانيا؟ حتى يعني ما عندكش حتى التبادل بين المغرب وموريتانيا يتم عن طريق البحر، يعني عن طريق بالضبط، يعني مشكله كبيره. نعم تفضل. نو جو بونس كو مانتنون يفو كو لا ديبلوماسي الجيريان كيما يقولوا تبدا تخدم باسكو لي بروبليم هادو جو بونس اون كومونس توجور با لا ديبلوماسي سي مختار، باسكو درك مانتنون الجيري الي دون اون بوزيسيون كي لونور
جوسكا ميتنو. واش دارت الجزائر؟ ندت بالاعتداء وطالبت باحترام قانون الدولي اتفاق وقف اطلاق النار. هادو دو بوزيسيون كونستانت ديموكراتيك مليح. دونك مانتونو يفو كون كومونت لي بوزيسيون تاع لي زوتر بي اراب. نتكلموا على مواقف البلدان العربيه خاصه فلسطين. لازم ما نسعوش عقده نتكلموا لماذا فلسطين للجزائر تمولها يعني تمول تعطي لها 200 مليون دولار باراني ولان دي رار بي يا سي حناشي لي تخلص باسكو لي زوتر سي دي بروميس. دونك علاش كيما يقولوا تطعن في الظهر؟ يعني سي با نورمال تسوتني المغرب ضد اعتداء صارخ لحق انا هذه ما سمعتهاش اليومين هذا من شهر. لا تكلمنا عليها كاين معليش علاش نقولوا هكذا باسكو لا بوزيسيون. انا سمعت اليوم ان كاين منظمه غير حكوميه في فلسطين. نعم. اللي على 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 الرئيس عبد المجيد تبون كوم لوم دو لاني 2020. هذه جو بونس كو سي تون رياكسيون تاع الشعب الفلسطيني ماشي الحكومه الفلسطينيه. حتى الحكومه الفلسطينيه يعني موقفهم الجزائر مشرف، ولكن موقفهم من الصحراء الغربيه او من المغرب ايضا مرتبط الفلسطينيين بدول اخرى، نذكروا دول الخليج، قطر، الامارات الى اخره، لانه حتى من قوى في العالم. احنا اللي يهمنا الان سي الموقف في المنطقة وتأثيراته على الجزائر. شفنا مثلا الحكومة الجزائرية ووزارة الخارجية صدرت بيانات متعاقبة يعني تطالب بالحوار بوقف أو الالتزام بوقف إطلاق النار والعودة إلى الحوار السياسي والذهاب إلى تقرير مصير وتعيين مبعوث شخصي. تعيين مبعوث شخصي نتذكروا أنه آخر يعني منذ فترة طويلة ما كانش مبعوث شخصي للصحراء الغربية مثل ما وقع في ليبيا أو في اليمن أو في دول أخرى. كان آخر نظن هو هورس كولر يعني آخر واحد كان. الآن الجزائر تطالب بالعودة إلى المباحثات السياسية للذهاب وتنظيم الاستفتاء. وأنا أعتقد من وجهة نظري أنه ما وقع هو عملية تسخين يعني تحريك للوضع، لأنه طول هي الحرب قائمة. الحرب راهي قائمة. أنا أقول لك المينورسو جدوا لها الأخر تحق بالأيام. مفروض المينورسو عندها مهمة واحدة هي تنظيم استفتاء تقرير المصير. مينورسو ما حبتش يعني تحت ضغط المغرب او تحت ضغط فرنسا او قوى اخرى لم تقم بدورها. الان يجب تحريك الوضع، يا اما نروحوا لتقرير المصير يا اما نجيبوا استقلالنا بقوه. انا جو في با ترو ما طاردي سور سا باسكو لي بوزيسيون تاع الجيري سون كونو. بار كونت اوني دون لو فلو بارابور الامارات. اسكو عندنا عقده من الامارات العربيه المتحده ولا باسكو ميم انا نولي لكم الحراك بتاتر فوزالي كريتيكي اوزي. كنا ندو بتدخل سيبوزي انا ما على بالناش تدخل صارخ سلبي للامارات في شؤون داخلية. قلت لك سي اون سيبوزيسيون. شوف يعني حتى الشعب كان يهضر اليوم اسكو الجيري ايتون دروا اسكو عندها الحق لليوم باش تقولها الامارات تطلب تفسيرات من هذا الطبيع؟ معليش اون ديبلوماسي ساسفي اون ديبلوماسي جا اسمع جا المينيستر دو لانتيريور فرونسي سي حناشي بور اون سول ميسيون باش يطلب من الدولة الجزائرية تقبل باش يكسبلسيو الجزائريين هذوك الجزائريين. دونك ايه فوالا ساسبي ساس نيكوسي. نقول لك لا يمكن لدولة مستقلة أن تطلب توضيحات من دولة مستقلة أخرى، هذا غير معقول. ونقول لك الرد الجزائري الموقف الجزائري من الإمارات واضح برك حنا ما نحبوش نشوفوه. إلى تتذكر في تصريحات او مباشره بعد ايام قليله من التطبيع بين اسرائيل ودوله الامارات العربيه المتحده، دار الرئيس تبون تصريحات للصحافه وقال نحن مع فلسطين وموقفنا مبدئي مع فلسطين. هذا كان جواب غير مباشر على التطبيع. ولم يكن هناك تطبيع الا باستقلال فلسطين. وكان هذا موقف تقريبا يعني غير مباشره على ضد التطبيع. وعلاش نقول لك هذا الموقف ما تغفرش؟ علاش غير مباشر؟ نكونوا مباشرين. قال احنا ضد التطبيع كيما رانا مع المغرب رانا مباشرين. علاش الامارات ماشي مباشرين؟ تقول لي ما تبعتش انا. قال الرئيس تبون نحن ضد التطبيع. ضد التطبيع. قالها يحكي على روحه هو ضد التطبيع. الجزائر
ما يقدرش يقول لهم يا الامارات علاش تبحتوا، الامارات ماشي تاعنا، دوله مستقله يا مصطفى، دوله مستقله وتونس مستقله وباسط مستقله. شوف حتى المغرب يعني كي نشوفوا لو ديرني ديسكور تاع الملك في الديسكور تاعو تاع لا مارش فيرت، يعني كان استفزاز وكان بروفوكاتور بارابور الجزائر، يعني كي دير التحليل تاعو ماهوش به الصحراء الغربيه به الجزائر، هذا ما دارهش وحده، داره لان حاليا مع فرنسا ما راناش ملاح حتى في الحدود، دول الخليج في الحدود تاع المالي الى اخره، في التدخل تاعهم في مالي كما قالها الرئيس تبون، المالي هي البعد الاستراتيجي تاع سيت نوت بروفوندير استراتيجيك، دونك بيرسون نو دو يتوشي اي سي فري سا سي تري امبورطون بور نو. الصحراء الغربيه هذه راهم دفعوهم، دفعوهم الامارات القطر الخارج، روحوا رانا هنا دفعوهم داروا لهم شويه كوراج، هذه صرات كيما هذوك الجماعه اللي كان عندهم ملك وعندو فيل هما يخدموا عليه كل يوم ينكشوا له يجيبوا له الحشيش نضروا، قال لك نديروا موفمون دو بروتيستاسيون، وقال لك روحوا نهضروا مع الملك الفيل تاعك بزاف علينا، راحوا فيهم واحد كيما نتايا هو الاول شاف دو فيل، كي طبطب على الملك دار صاب حتى واحد ما كان موراه، حله الباب قال له الملك، قال له واش 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 كاين، قال له لا لا جا الفيل بركه انا ماذا بينا كون نزيدو نسقمو له الوضع تاعه ما خلوش واحد. هذا يطبق عليكم يطبق عليكم مشكله مصطفى مشكله، تعرف تعرف هناك ثلاث دول، يعني ثلاث دول وننتبه لهذه انا من وجهه نظري مهمه جدا، هناك ثلاث دول ممكن تحالفت ضد الجزائر في هذه الظروف، اولا فرنسا بسبب الوضع في مالي، والمغرب بسبب الوضع في الصحراء الغربيه، واسرائيل بسبب فلسطين، والجزائر عفوا انا في هذا البرنامج اعطيت رايي من في وقت من الموقف الجزائري، قلت انه الموقف الجزائري مش راحين يفوتوها لها، يعني بكل صراحه التوجه الجديد بصراحه للرئيس تبون لن يقبل من طرف هذه القوى، وشفنا عنده موقف اشكال قدروا عندنا الامكانيات باش هنا المشكل، هنا المشكل لازم كونتر بوزيسيون، صعب الوضع صعب، ولكن القرارات اللي تاخذها وقال انه عنده وجهه نظر في المالي، عنده وجهه نظر في الصحراء الغربيه، عنده وجهه نظر في فلسطين، قدرت تسبب لنا مشاكل، لانه هذا هو القرار المستقل نتاعك ولازم نواجهوه. شفنا اليوم عفوا لانه هذا بالغ الاهميه، شفناه اليوم مع قائد اركان الجيش ونتمنى نشوفوه نعلقوا عليه، لانه اليوم تحدث قائد الجيش على قوه الجيش الجزائري وعلى تقريبا خطاب رادع، يعني رادع لاي قوى ممكن تتفكر يعني تاثر في الوضع الجزائري، وتحدث حتى قائد الجيش على تماسك القياده نتاعو رئيس وقياده الجيش والمؤسسه الحكومه والمؤسسات، وهذا يقطع وينفي كل شيء اللي راهم متداول على الشبكات الاجتماعيه، موقف جيد، يعني ما نقدرش نقولوا الان لماذا قائد الجيش يطلق هذا الخطاب، نشوفوه بسرعه يعني في لحظات و30 ثانيه اظن ونعلقوا عليه. عن الحدود نتاعنا ضد الارهاب، ضد المهربين، وضد حتى عدو كلاسيكي، لان الجزائر هي اقوى دوله في المنطقه، اقوى دوله برئاستها بحكومتها بالمؤسسات نتاعها كلها وبالجيش الوطني الشعبي نتاعها، مهمه شريفه الدفاع عن الحدود نتاعنا ضد الارهاب، ضد المهربين، وضد حتى عدو كلاسيكي. شكرا مختار، انت عسكري سابق، يعني كيفاش تعلق على الخطاب هذا اللي بصراحه اللي قوي، يعني قوي وجا في الان في الناحيه العسكريه اظن الثالثه مختار؟ نظن في الناحيه العسكريه الثالثه، ولكن يعني كي تشوف السيد الفريق سعيد شنقريحه في يعني الكلام تاعو هذا، يعني الحراره اللي راهي فيه، لانه واثق من الجيش تاعو، الجيش اللي قوده بالقوه تاع الجيش تاعو، وافق بالتماسك اللي راهو كاين حاليا في السلطه الجزائريه، وهذا رغم كل الاشاعات اننا اقوى جيش في المنطقه، وما نخلو حتى لانه يتكلم على الدفاع عن الحدود، الدفاع عن الحدود سي تري امبورطون، لان كما قلناها الساعه غدوه كون تمس شبر من الجزائر تسيب ثلاثه، يعني حتى المعارضه هذه المعارضه النظيفه السياسيه، خلينا من العملاء اللي في الخارج نهضروا على المعارضه الشريفه اللي تعارض السياسيين، غدوه كنت ترى شبر في الجزائر هاك تسيب 43 جزائري ورا الجيش تاعها، سا سي تري امبورتون، 43 مليون جزائري ورا الجيش تاعها، لان سي تري امبورتون جيش كيكون يعني محمي بالشعب تاعو يكون اقوى، وهذاك اللي يتكلم اننا اقوى جيش في المنطقه، لانه يعرف شنو كاين التلاحم اللي كاين بين الجيش والشعب تاعو.
Je pense que le chef d'état-major a rappelé encore une fois les missions constitutionnelles تاع الجيش الوطني الشعبي فيما يخص الحدود الجزائرية وهذه سي اون بريوريتي ابسولو قالك الارهاب التهريب وخاصة الاعداء الكلاسيكيين الكلاسيكيين يجب الخطاب ايضا جاء في وضع متميز جوستومون لو ديسكور هذا سي اون بوتيتر سي اون ريبونس à toutes ces manœuvres qui sont en train de... Par d'autres pays, d'autres puissances, voilà, il n'y a pas concoctées par pas le Maroc, les positions honteuses. Parce que c'est des positions honteuses de certains pays arabes. C'est-à-dire, c'est une réponse. Quand il y a un danger extérieur. يتكلم على موبيليزاسيون كي نقراو اون تلينين يفو كي ديو موبيليزاسيون دو تو لي زاجيريان لالجيري اون دونجي كاين تامر على الجزائر ماشي المغرب حنا ما يهمناش لان كاين دول اخرى اللي دخلت في المنطقه ولا راهي تشعل في النار في الحدود لان اون ا توت لي فرونتيير كي سون كون فو سي بور سولا كو اجوردي لارمي ا بيزوان دو سون بيبل فودري كي ديو اون فيجيلونس اون موبيليزاسيون دو تو لو بيبل الجيريان ديرير سون ارمي رانا اعظم واقوى قوه ولكن نكونوا اقوى اذا كنا كاع شعب الجيش مع بعض. يجب التذكير انه احيانا نخافوا ونقولوا نظريه المؤامره ولكن المصالح هذه مصالح الدول يعني ممكن نلقاو اربعه خمس دول ست دول او اكثر اجهزه مخابرات كاع تلعب ضد بلد معين. انا نقول لك مثلا في ليبيا الصراع الان في ليبيا ضد الغاز من اجل الغاز من اجل النفط. نعم حتى دول خليجيه نذكروا عندها تلعب الدور في ليبيا من اجل الغاز نذكروا قطر. قطر تلعب الدور في ليبيا. ريجون تاع غرغارات فيها دي بيير بريسيوس في مالي الفرنسيين الان تقريبا في مغلغلين في مالي لانه ايضا مالي منطقه فيها في اللور في الجنوب تاع لاخورس سي لان دي بلي غران بروف ديكتور دور في الصحراء الغربيه توجد ايضا الفوسفات ثروه سمكيه كبيره يعني ونشوفوا الان الاماراتيين لانه الاسرائيليين دخلوا عن طريق الامارات والاماراتيين موجودين في كل مكان يعني ممكن يدخلوا ضد الجزائر ضد الدول اللي عندها موقف مستقل وهذا اللي يخلي البلاد في خطر خاصه لانه شفنا رئيس تبون يعني دار هذا واضح يعني مش تحت سلطه او الحكومه الرئيس الجديد مبدئيا ضد التطبيع مبدئيا عنده موقف من فرنسا بصراحه العلاقه بين الجزائر وفرنسا ماهيش كما كانت ان دوله مع دوله رغم انهم اقوياء علينا الى اخره ولكن تحاول تواجه بالشيء اللي عندك وهذا لا اظن انهم يقبلوه بسهوله ممكن جدا يتعبون يعني يجب ان ننتبه وهذا واش يحتاج بصراحه يحتاج الى تضامن داخلي الى وحده داخليه لانه مسيح النشي اي بلد ما يقدرش يواجه مخاطر خارجيه الا بالوحده في الداخل. كنت كلمه الوحده لازم نصفيو كلش في الجزائر باش نكونوا موحدين نكونوا ديريير نوتر ارمي ديريير البريزيدون. لازم يتريكلاو لي بروبليم انترن دابور باسكو كون تو يا دي بروبليم في البلد تاعك ما تقدرش تكون ان دونور دو لوسون ولا tu peux parler ولا régler les crises des autres pays ولا هذا ولا سي تري امبورطون سي تري امبورطون لا ولا شوف كونت يساجي باسكو هما يبروفيتيو اسمح لي الشرخ اللي موجود بين الشعب والسلطه بس ابدا ولا غادي جو دو انسيستي ابدا ما تيقول يمسوا الوحده تاع الشعب الجزائري كونت يساجي دو سون تيريتوار كيل كو سوا نو ديفيرونس نو بروبليم انترن كي تولي في المس تاع الاخر نلتفوا كاع نعطي لك مثل العراق لما اصبح جيش قوي اكور وجمع الكويت جبدوا له ليستوار تاع لي زاديام لي زارم ديستركسيون ماسيف كي نون جامي تروفي باش يحطموا الجيش حنايا اليوم كي تشوف انت الجيش تاعك من ان سومارا يتيري ان ميسيل بور تريتي اون سيب تيرست اوني دو اون ميديتيراني على فير جي با انفي دي سيتي لوتر بي داكور لو فون با لي زارب حنا نديرو داكور كون تي فوا اون بويسونس كيما كي كري ان ديزيكيليبر دون لا ريجون ميديترانيان مع اسبانيا مع الطليان مع الاخر الى اخره دونك كون تي كري سو ديزيكيليبر تي دوفيان اون مناس pour toute la Méditerranée, c'est pour cela qu'il insiste qu'on ait une force stratégique forte dans la région, parce qu'on n'est pas fort uniquement pour cela. On est une armée professionnelle, mais on est fort pour nous, parce qu'on sait qu'on du monde que le voilà. شوف النقطة الأخيرة نغلقوا لما تحدث عن ضرورة حل المشكلة الداخلية نقول لك بالك نفاجئك مصطفى نفاجئك لأنه بصراحة لازم تكون عندنا شوية شجاعة ونقولوا حتى إذا البعض ما عجبوش الحال فيه كانت فيه مساعي لإيجاد
تسويات في ما نقولش تسوية واحدة تسويات في الجزائر. تمت محاولة مع رحابي بكل صراحة وانا نقول كلام راني مسؤول عليه وان تحملوا العواقب تاعو، ولكن البعض من المعارضة ما تقوليش ركضة الشعب، بعض من المعارضة طلب من رحابي ما يمشيش قال ما تعطيش فرصة للرئيس تبون باش ينجح. واحدة محاولة نفس المحاولة تمت مع المرحوم الأخضر بورقان ربي يرحمه، وأنا مسؤول على كلامي ومعلومات راني نقول لك، ولكن مش وقتها لأنه تمنى يعني عندي معلومات مؤكدة. بورقان قام بمساعي ومشات مع السلطات الجزائرية والحكومة الجزائرية والرئيس تبون، ولكن رفاقه في المعارضة قالوا له ما تمشيش، ما لازمش، لازم تبقى الأزمة. ما قالوش ما تمشيش، كسروه. كسروه. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأنه حتى الرأي العام يفهم، ليست قضية سلطة أو معارضة، هناك البعض لا يريد للأزمة أن تحل، حب كاين أحيانا واحد يحب يعيش في الأزمة، يعيش في يستثمر فيها الأزمة، وبالتالي يعني يجب أن نتفطن لما يحاك، لأنه الواحد اللي يلعب الدور باش 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 ما تحلش الأزمة في الجزائر، حتى هذه الأزمة تاع ثقة بين السلطات والجزائريين، يجب أن نفهم لماذا. ذكروا فقط أن سيد رحابي تهموه بكل تهم، كسروه يعني خائن إلى آخره، حتى بورقعة يعني لو مشاف ربي يرحمه إن شاء الله ويوسع عليه ويدخله الجنة، لأنه مجاهد وتعب وكان حب الخير للبلاد، ولكن جماعة من 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 محيطين يعني اللي عرفوه في المعارضة بكل صراحة قالوا له ما تمشيش وما تروحش، وكسروه. ممكن هذه الأخبار راح تطلع في يوم من الأيام، نتمنوا اللي كانوا لاصقين فيه مقربين به يقولوا لنا ماذا وقع. نزيد نأكد هالك برك سي حناشي، أزمة ثقة وكان السلطة راحت للشعب ما تروحش المعارضة، باسكو كاين مشكل بين الشعب والمعارضة. نعم. والسلطة المعارضة ما تمثلش الشعب، ما تمثلش الشعب باش تقول سي رحابي، علاش ما راحش يقنع الشعب؟ الشعب يدير كومونيكي فوالا لو بوبل الجيري فوالا سكي تي ديسيدي واش نديرو، بيتيتر يورا ان ديبي دو ديبا. رحابي رعبوه، رحابي اتهموه، رعبوه، خوفوه، قنعوه، لا ادري، ولكن قالوا له ما تروحش. ونتمنى ايضا رحابي قلنا واش صرا ويعطينا الاسماء حتى نعرفوا ماذا وقع. الشعب الجزائري هذا اللي نحضروا باسمه حنا، ما لازمش واحد يهضر باسمه، لازمو يعرف بالضبط واش بقى واش ماذا وقع، ما يبقاش فيسبوك والبعض يمانيبيلي فيه يكذب عليه. الحقائق لازم تخرج من فم تاع اصحابها. نتمناو الاخضر بورقعة توفى ربي يرحمه، ولكن ربي يطول في عمر السيد رحابي. قلنا ماذا وقع، والمحيطين والعائله تاع الاخضر بورقعة قلنا ايضا ماذا وقع. شكرا مصطفى مازوزي، شكرا مجنوني مختار، شكرا لكم مشاهدينا الكرام في هذا العدد من بوليتيك، نلتقي غدا بحول الله تعالى، تصبحون على خير.